النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز أن يحدد النسل بأن يقول إنسان أكتفي بولدين وبنت مثلا، فهذا لا يجوز. وهم الآن يسوقون فيقولون تنظيم النسل، يطلقون على تحديد النسل، يطلقون عليه لفظ تنظيم من باب التسويق له، ونحن لا ننظر إلى الألفاظ. التحديد محرم، أن يقول أكتفي مثلا بولدين أو بثلاثة أولاد وبنتين مثلا. أما تنظيم النسل فلم يحدد شيئا، وإنما يجعل فترة راحة للمرأة بين الحمل الأول والحمل الثاني. ودليله قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح العزل عن المرأة، فدل هذا على أنه يجوز من باب التنظيم بحيث تستريح المرأة، أو أن الحمل يتعبها أو ما شابه ذلك، لكن لا يكون طويلا، وإنما بقدر الحاجة. تنظيم بقدر الحاجة، بمعنى أنها تمتنع عن الحمل بأخذ هذه الأدوية لسنوات ليست مطلقة وليست طويلة، وإنما لسنوات محددة باعتبار حاجتها.